حديثك إلى دور صحابي يا لغوريا سيدت غارايا أبو بكر وكجرو أبو هريرة عائشة يراك الله صحابة كمدة علماء الإسلام كويس وخلاف سيهين حديث كاس ما ضعيفة مسوى صحيح لكن علماء بدون ومحققين تكمدة أي سوية حديث كاس أو كمدية هي الإمام أحمد والأوزاعي وابن تيمية وابن رجب والشيخ الألباني رحمة الله عليه نبي روح إليه عليه الصلاة والسلام يطلع الله ليلة النصف من شعبان إلى خلقه أو إلى عباده فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن بشان كجر نؤي شعبان هبينك أي كالبر ميسو يشني تبون كذا نبي روح إليه عليه الصلاة والسلام إلى هي أدو مديس يوصو دال عنايا رواية كلا وحي أهيت إلهي سبحانه وتعالى وسو دقايا ووحو إيمانا يا سمدان لو إينا صوحكتا إلهينا سبحانه وتعالى سي أسقى أقلنتا وينيدي سي عظم ديس أقلنتا أيو أسو دقا قفك مسلم كأو حال قربا إنو سوغو إلهي إنو سو دقايا أما كيفية ذا إلهي أمبا أوك سبحانه وتعالى بركة إلهي سبحانه وتعالى مرقو سو دقو أدو مدي سو لن أيو دال عنا يا أيو يري النبي عليه الصلاة والسلام بركة إلهي فضل جيسا يا رحمة جيسا درتت النبي وحو يري عليه الصلاة والسلام أدو مدى لن أيو دم بدافايا لبكو حوت أما لبنا عوكم إذا خلق إلهي أمبا لودن بدافيني وأن مشركة قف مشركة وإله سبحانه وتعالى عبادة ديسة قف أنا سقى أهين وحوق الدري يوم شاحن أيوه للنبي عليه الصلاة والسلام قف حنون قلبي يسا وكجره وركتالا قلبي يسا كجرته نعيب يحمان قلبي يسا أوها يقف كلي أو مسلم ولا الكيسا لبدا قف إله سبحانه وتعالى دم بغودة مضافة شيخنا حكاه الله إلهي كرى لنقضي هدي أن دونينو إن أن هرمر قرنو هدي أن دونينو حالدا أن كجرنو إدي بلعا بربر كا أمن دردا وحيابها أمو يمسني أنو ببحي كرنو وحويا إن أن إسعفنو وحي هري أردعي وظلمي أو كساب سن نفسد حولها إي عرضيغا إن أن إسعفنو أو أن أورك وحسوق قبنين حديث كاس نبي وشيغينا عليه الصلاة والسلام سيداس أيو شيغايا ولا ليا المحاكة حن مركا قف لقيا أبو وحاد أير وأنقيم لهين الدنيا لن أنقيم لهين نبي سيدو شيغ عليه الصلاة والسلام الدنيا داس أنقيم لهين وحير وكمد إنو قفكم مثلا قف ولا الكيساء وإسلام ماذا كسكو أي رحميهين أو أي إسكوديجيهين oo carodo oo u xanaaqo oo uu laga yaabo inuu ka aamuso sanado iyo bilooyin aad u fara badan qofka asaga ah intaan aakhira la gaarinba shakhsiyadiisu ma ahan shakhsiyad wanaagsan ma aha waa qof daciif ah oo shakhsiyadiisana ay aad u liidato liannahu waxaa weyn oo aad u weyn oo laga rabo qofka muslimka ahna in qalbigiisa ay ku weynaato آخر إيه وحى إلهي سبحانه وتعالى أكتي سيا الله وران لأهان شاء أو جنة أو نعيم أو ولا ليال مرك قفك مسلم كأه خاصة سومالي ذا وحال قربا ثقافة ذا سيدا أه ثقافة ذا إسعفسك دتكو إنا إسعفيان إنا إسود القاتان قفك لباتكو قيستا إن لا إسكعفيو أو لوغتكو ثقافة أيضا أهنا كبرى رسانا أو أمبرانا ولو أيسن مركي هوري كالشر كين أيسن كجرين كالشر كين كمجرته سومالي دان نهاي قفك إن العفيو من الصغر إنو كأسغو ير أيا وحال وتر بين أيا سيدا و أرغو صلى الله وحالي إسكدعي سوديك مليهت نعس ما تهي كل فوق وحاسو تنبال وسو تربيه
marka qofka hadii xataa uu isleeyahay diinta inta ay qaado ama wacdiga iyo axaadiista iyo aayadaha la sheegay inta ay qaadaan uu isleeyahay isa soo qabo wixii ayaa kasoo guuxaya maxaad arkaysaa marka qofkii asagoo gacan qaadaya walaalayaal marka arrinta ayada ah waxay halis ku tahay aakhiradeenna ayay halis ku tahay adduunka ka hor liannahu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay walxadiidu fii muslim maalin kasta oo khamiis ah iyo maalin kasta oo isniin ah acmaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa loo kor qaadaa acmaasha aan samaynayno ee wanwanaagsan oo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanayno labadaas maalmood malaa'ig ayaa ka shaqayso oo geynaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayay geynaysaa acmaashii marka nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu i dembi dhaafaayaa qof kasta oo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala la shariig yeelin oo towxiidkiisa uu kaamil yahay oo uusan shirki iyo maxaa ku yidhaahdaaye wax xun uusan ku dheehin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii la rabay u caabuday hal qof ayuu ka soo reebay nebiga calayhi salaatu wasalaam labada qof ee isku dhacsan oo isu caraysan oo xumaha isku haya nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam labadaas qof ilaahay malaa'igta wuxuu ku dhahayaa andiruu haadayni xataa yastalixaa labadaas ishaystaa waxay doonaan ha isku haysteen xoola ha isku haysteeno qabiil ha isku haysteeno wax walba oo xumaan ah oo adduunka ka mid ah isku haystaan camalkooda ma la fiirinaayo dembigoodana ma la dhaafaayo soo khasaare inteeda la eg maaha marka walaalayaal waxaa laga yaabaa qofka asaga ah inuu yahay qofka dadkoo dhan kaaga dhow waxaa laga yaabaa waalidkaaga inuu yahay adeerkaaga inuu yahay eedadaada inay tahay ilaa aakhirihi marka walaalayaal arrinta ayada ah khatarteeda ayay leedahay qofka muslimka ahna waa qof caaqil ah oo mar walba ka fikira kana fogaada wax walba oo dhibaateyn kara aakhiradiisa intaan la gaarin adduunka waxaana loo baahanyahay qofka muslimka ah xisaabtiisu iyo fikirkiisa inuu u bato aakhiro dad badanaa markaad la hadashid oo hadday isku dhacaan qofay isku dhacsan yihiin xoolay isku haystaan matalan waa laga gardaran yahay haddaad tidhaahdo ninyahu iska cafi wuxuu ku leeyahay sharafkaygana ma ninkii saas igu sameeyey oo xoolahayga dhacay oo cirdigayga meel ooga dhacay oo qabiilkayga caayay baan haddana aniga ay leedahay u tag oo adiga sasabo oo adiga soo raalligeli ama adiga salaanta ku bilow soo lama mid ma ahan marka inaad sharaftayda ku ciyaarayso maya walaalayaal liannahu adiga markaa saas samaynayso waxa aad saas u samaynayso qofkan ma ahan qabiilkiisana ma ahan dadka uu ka dhashay iyo jaaha uu leeyahay iyo darajada uu joogo ma ahan waxaad u samaynaysaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa wuxuuna nebiga calayhi salaatu wasalaam noo xaqiijiyey weliba uu ku dhaartay calayhi salaatu wasalaam kamaa fii xadiidi abi kabshata alanmaari thalaathun uqsimu calayhin wa uxadidukum xadiidan faxfaduu ayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jira saddex arrimood uu nebiga ku dhaartay calayhi salaatu wasalaam maa zaada allaahu cabdan bicafwin ilaa cizza ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon addoommadiisa ka mid ah cafis uu cafiyey waxaan sharaf iyo cizo iyo karaamo ahayn wax kale ma ugu daruu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam marka adiga sharafka iyo maqaamka iyo booska iyo darajada aad raadinayso waxay taallaa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa man kaana yuriidu alciza falilaahi alcizatu jamiica sharaf haddaad doonaysid addoonkaa miskiinka ee daciifka ah oo ku dhiiraday xataa inuu ku dulmiyo agtiisa ma taallo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayay sharaf taallaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday qofka dadka cafiya in uu ajir aada u weyn uu siinaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiga lagaa galay dulmiga lagu geystay intuu doono hala ekaado haddii ay kaa tahay dar ilaahay inaad u cafisay dar ilaahay iyo janno adoo raba iyo aakhiro adoo raba haddaad u cafisay ajirkaaga ma dhumaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayuu yaalaa faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah qofkii cafiya oo wanaajiya waxa asaga iyo walaalkiisa dhexdooda ahaaday oo xumaan ah ajirkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayuu ahaaday ajirkiisa lama dhihin waa waxaas iyo waxaas
لكن إلهي وحجري أجر كيس أكثر إذا أيوة هذه كورن هذا دليل ويرادو قف كاس أديس كل عدين هداد عفيسو أبال كاغو ومليون مليون كينو ومليون شيلين أما مليون دولار لأنه شيخ وحجيش قال عتين إنه بابا أتهايو ملايين تويود ما وحير مليون دولار ويهديل وراه وحقو لقيا وحقو كوجستين إنه يتهاي هذا الأويرة هذي أما لقيا بابا هذا الكائن وسن حتى كوه هذلنه سخل دن لجسو جوري أما وراه هاي وسكلا كوه ذا لكن قف كوسو جوري حمان تربه وسكلا وديه مرك هذي الأويرة هذو مليون دولار أيا لوسينا يا أنا جا شخصيا هذين كنا وحنو ملينا إلا متين البرقس ما كوفي كلا يقف كمسلم كائن أو تجو أو أن هبسي أو أن صدويست سوسا معها طيب هذه اللي وده كورا مركا ما رحينها ودن كا أيا أبا الكوسينا أيا يقف كاسكدا ويكسي درنته وحن للي هي أبا الك إلهي أيا كوسينا أيا والله سبحانه وتعالى إن أبورتي ديقس جاء غني جاء وحيا خزائن تورن أكتيس أيتهي وحا أغوين أما وحا أغوين إيه إلهي سبحانه وتعالى أجرهان وكوسينا يقفك ولالك مسلم كامرها عافسه وجنه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلهي سبحانه وتعالى وحليه هي الدوم هذا متقين تأهو حان أدياريني جنة بل عيدا أويهي عيركا يرولكا عيركا يرولكا وبل عكل يوحي يا الله ما لقى شيء كين كرو متقين تأسو إلهي سبحانه وتعالى تلمامين كو ذقار كم إذا تلمامي وحكم إذا مركا والعافين عن الناس وكو ذاتك عفية إنت كلية ما أهني أجر كاغو جنة كلية ما أهن ووحي أبا آذو فربضا أبو بكر رضي الله عنه حاكسوا إنو يري ما لنت قيام مركا لتقو إلهي سبحانه وتعالى وحليه هي الدوم ديسا والله الله يا وحليه هي ذاتك إلهي سبحانه وتعالى أكتيس أي وحويا لان وإلهي سبحانه وتعالى أبلن قادي أدونك مركا لجوغي إن وحلسيو قوني ومستاقا مركا وحصوب بحايا ذاتك ذاتك عفنجري ولذلك نبي ذا إلهي رضوان صلوات الله وسلامه عليهم ذاتك ونواناكسان أو إسحابات أو إيكو كيهين معناها أسقأه ويفهمين هذه اللي يراهذنا إلهي سبحانه وتعالى بأجر كسينايا ويروحين أو ويفهم سيهين ويقرنايا قيمة أوليه أبو بكر رضي الله عنه وأكتهين قصة حادثة الإفك عائشة رضي الله عنها منافقين في مركي سوق قليين إن أي زنيستي إلهينا سبحانه وتعالى مركدا بآيات أذو فربنا سود الجي وكشيغا يني بريكتها وحاصل وشيغا منافقين تكسكو ددوان وناكسن وإسكا مساكين وهذا المنافقين تكوكت صومي أيا وركي قاتل وحكم إذا ذاتك أيها صحابي لديه جري مصدح مصدح أبو بكر أي قرابيه وهبررتي أي هذا الشيء عائشة والد أيو ياهي مركا أذير هو أدنيا سوما ذاتك وحاس أحق لي وشيغي أيو كمد أها نينك أساق أهن مسكين أيو أها وحكونا ولا ونفقين جري أو بيل كسين جري أبو بكر رضي الله عنه قولي يسا أيو جوغي مركي أرنتو أي صواب بحدي أولا أغادي وحينا يبينيهين إلهينا سبحانه وتعالى وكهد لي ذاتك منافقين تكسكو ذاتك وركي بومبوني آتك أود وذي وحاكم إذا مصلح أبو بكر رضي الله عنه آذي وحما ذي وأنا وحلق حما ذو قف قرابة هذا ورحم كاقاء هدنا أذيك هوس هذا كنول أذيك بيليسو قف وآدن والد وآدن يهي هدنا إنو حمان تاسكشيغ ووحلق حما ذو بني آدم إيا لي يهي الحكور ده تيمارك إنو سنفقاد السينين وكقوينايو آيات القرآن إلهي سبحانه وتعالى سودجي أوليه ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يسن لارن أيوه إلهي سبحانه وتعالى
ذلك إلهي فلقة أوسية ديرات كأوسية وإلهي سبحانه وتعالى وقعنت هذا وحقليه ذلك مساكين تأه إني وحسيان يدارنين إني سو حسينين وحلقه الله يمرك مصطحي أبو بكر رضي الله عنه إلهي تلا يوبحي وحجري هيسكت عافينه هذا إسك مسامحينه محال أسمينينا إلهي وحجري ألا تحبون يغفر الله لكم ثم دون إنسان إلهي سبحانه وتعالى إنه يدين دم بدافع هذه قام يقعد جور أيه دم بجلسة ما يقجر وقت والبا يساعد كست يحل والبا دم بأيات كجستا دم بجا أسجع سومر ابتدين لغور دافع إلهي وحجري كحري دم بجا أسجع أهدا دون إنسان لغور دافع هذه قام أدم هذا إلهي خلت كاجلي إسكعفي أو إسكداف ولذلك أبو بكر رضي الله عنه سلم مركي وسوع اليينيك نفقدي سنة وسوع اليي ونا إسكع في وحنا يري بلا وانجعلنا إله سبحانه وتعالى إنه ندم بدافع أنا جنا وانجعلنا إله سبحانه وتعالى إنه ندم بدافع أيدا أيدا أبو بكر يقصد دكتي هي مصلح لكن أنا جوي نوت على قفك ولا الكاجة رحم كاجة أما كود وأما كافك واتحديد كتهين واتحجال كتهين وإن العفسا محاد عفنا يسا وحاد عفنا يسا وحاد ربتاه إله سبحانه وتعالى إنه قعفيه إلهينا سبحانه وتعالى عفسك وجعليه مغعيري سوى حكم إذا العفو العفو ولذلك رمضان عائشة مركي ويديس النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر هدان أغادو هبينك أيتهي محا أغوانا أكسان أن كدو عيستا أيتري نبي قو نبي قو حكويري عليه الصلاة والسلام وحد كدو عيستا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إله يوقف ذنبي قادو دافاتها وأن جعشها يعفي غيئو إن لي سامحه ولي سدافه يعفي مركا ديغو وحير لغوغ يستي هداد كل قنتها ولغا يا بحتا أديغا نفسيا إن هذا المرتاح هين شقد إيو حنون إيو وركتالك كابو حدو قفكي هدا أرتيد حتى أظن نشاط ثن أو فرح هدا أرتيد حتى نشاط كي وكاتا غايا واني كي سيدات اسمي هدي لوي ديو واني كان معلم بو وحيد لهي مركا هدا أركساسا نقضا محا يسو عدي بيسا أدون كابي يسكو عدي بتاخر أنت هلا قارين وحيا باها خطرت أيان أركي وحا كميدا إن حنون كنوع سو كالتا يقول كتالة داس حتى إسكدا قفك يعني دباتا دا يو قيسانيسو مسكحيا يو إسكدا آخر ديس أي حتى ديبو قيسانيسا ميلبان جوغني وحان ديسيني قري وقفي أه داد بحوغا هستو بان اسكو كيني وان وعديني حوغا آيادان وشاقني حاديث بان وشاقني وحان لهاني وحلبح داد كي واغيرو دين داد كي ميد كاميد أه ايا العق آدو فربدان اسو قري وحو يري انتاسنا انا لبح هايو انتاسنا والد كيغا هو اي ابو ninkii asaga ah meeshii markaan ka tagnay yaan soo wacnay waxaan ku nirinay oo lacagtii ayada ahayd waxa loo baahan yahay gurigii waqfiga ah inaan dhisnaa rabnaa ninkii markaa wuxuu soo ogaaday walaaladii waqfiga u tagnayd inuu ku jiray nin ay hadda ka hor isku dhaceen marka wuxuu dhahay inuu ninka hebel ahaa maydin ku jiraa mayd la socdaa ha wuxuu dhahay shilin ma dhiibayaa ninka war ajaayib ninkii waxaan isku daynay inaan la fariisano oo aan dhahnaniyo ninkan waa nagu jira laakiin keligiis ma aha hoosha waa wada qabanayna maya maya waxaan ballan ku qaaday kulaha anoo ma ka jooga ninkaas wuxuu ku jira khayr iyo sharb inaan galinba marka waxaan ku dhahnay nin kale oo asaga agtiisa xushmadeeyo oo weyn ayaan u dirnay waxaan ku dhahnay ninkaas heerkaas hadda uu gaaray waa aad uu u sarreeyaaye waa halise u yeer aan heshiisiino ninkii aan u dirnay waxay isku haystaan iyo xasan weydiinay gabar aada qurxoon oo uu aada u jeclaa ayuu reerka ka doontay reerkii baa gabadha siiyey ninkaana maqlay uu ka bologareeyey marka isaga wuxuu leeyahay haba iga bologareeyey haddii xataa isaga uu guursan lahaa gabadhii waxbay ahaan lahayd kulaha gabadhii ilaa hadda way joogtaa oo dhahay loo guursan marka wuxuu dhahay xaasidnimo haddii xataa isagoo guursan lahaa qofkan uu guurin lahaa waaba iska cafin lahay waxa qalbigeyga ka bixi waayey kulaha gabadhii way taagan tahay anigana waa lii diiday asagana ma guursanin ninkii marka
والله هذا اللي ووي مركا ويدين وحول الله شاقي إنا يسوي مادين وإسعفيين حكول المركا هذا عفسي وابا عفسي ما هذا ده لو قلت قلت هاي وحتى آد قارتي هير العق آد لبح ذي وإلهي درس وقب حد آدود بحيو وينيسا ومدو هذا الشيخ أو شيخ مدي وكسو قورنا ننكي أها مانديلا محي هذه لغة إنجليز كما قاني forgive but not forgot وحس وحس رماها شيخ forgive هذا سمي سوى forgive ويسعى نيسا إلى آخره وعلى ضوف وعسو نوسو دليشة وروحانا أنا مسلمين أنا هاي هذا عفسي وعلى عفسي وخلاص وعلى ليه ما إلا واي أو ما لو قرناي don't forget me forgot ما على كل نكي وحكون نري وحاس ضد كلا إسكاله أنا جو حين وحواي مر هذا عفسي قلبي جا جواين وسليم نقضى أو هذا عفسا لأنه واحد عفسي إن كان إلهي درتي سويان إلهي وحو كسينا ينا أدون كنا وكوسيني آخرنا وكوسيني نكي أسأل إله دلعك كما هنا وديري فوقتكي نوقاتي لكن حدا دلعك تان مال كلام كبحنا يا مركفيري أرنت وحي قارتيبا آخر ذي يخير كي حتى وحي كجري أوركي أورك قفك يعني ما تدلوك يستوي لدلمي إنه يهر استاكتو